شكر للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. مبروك يا كابتن ايمن، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي عقب فوز النادي الاهلي على فريق الوداد بمجموع مباراتين بنتيجه 5-1 وصعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، بنرصد احتفالات جماهير النادي الاهلي بفوز النادي الاهلي وصعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه. برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، مش هقول مباراه كبيره لا، مباراتين كبار من النادي الاهلي وصعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه. مبروك لكل اهلاويه، عملنا الماتش احنا ان شاء الله حسمناه من المغرب بالاداء الكويس والتشكيل الكويس اللي حصل، والحمد لله النهارده ربنا كل الكفاح اللعيبه موجود، المدرب موجود، اللعيبه، والف الف مبروك. وان شاء الله احنا البطوله السنه دي احنا مستنيينها بقالنا 7 سنين، وان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي وناخد البطوله لان احنا نستحقها، والف الف مبروك لكل الاهلاويه. اشكر حضرتك. شكرا يا فندم. عايز اروح لحضرتك، عايز اسالك على المباراه، قول لي شفت المباراه ازاي وشفت اداره بيتسو موسيماني للمباراتين ازاي؟ والله أو في البدايه اقول الف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ودي كانت حاجه متوقعه من رجاله الاهلي، كانت حاجه كبيره قوي، والحمد لله الحمد لله كنت متوقع ان النتيجه ما تقلش عن 3 أو 4 بالكثير قوي. الحمد لله الحمد لله الجماهير الاهلي والنادي كانوا رجاله في الملعب وكانوا رجاله من في الماتش في الشوط الاولاني. فبقى البنوته الجميله فريده من اول الماتش عماله تشجع. مشجعه كبيره جدا، مشجعه كبيره جدا في الاهلي. ايه كلام، يلا اهلاوي اهلاوي. عايز اسال حضرتك، صعود النادي الاهلي للمره ال 13 للمباراه النهائيه، مباراتين كبار، مباراه في الوداد بفوز بهدفين، النهارده في استاد القاهره بتفوز ب3 أهداف، بانت شخصيه النادي الاهلي في اللقاءين. هو اللي انا عايز اقوله قبل كل شيء، طبعا اختيار كابتننا الكبير محمود الخطيب ولجنه الكوره ومجلس الاداره اختيار موفق لاختيار موسيماني. والمباراه اللي احنا لعبناها النهارده دي مباراه عالميه، المباراه بتاعت النهارده بالذات، مباراه النهارده مباراه عالميه، ومباراه كانت تكمله المباراه اللي فاتت، المباراه بتاعت النهارده مباراه عالميه، وحسين الشحات عمل هدف. احنا بنقول للكابتن محمود الخطيب اختيارك الموفق، وموسيماني احسن اختيار للنجله الكوره بالنادي الاهلي. وبالنسبه لاهداف المباراه النهارده، اهداف ملعوبه وجميله جدا، وان شاء الله المباراه النهائيه باذن الله الاهلي وبطوله افريقيا التاسعه النادي الاهلي القادمه ان شاء الله. بشكر حضرتك يا فندم. عايز اروح بقى لحسين. الاول خلينا ارحب بحضرتك، والنهارده موجوده مع حسين وش السعد النهارده على جماهير النادي الاهلي. قولي لي الاول، حسين النهارده هو دايما بيبقى حريص ان هو يتفرج على ماتشات الاهلي؟ لان خاله كابتن مروان محسن. كابتن مروان محسن. طب النهارده بقى الهدف الاولاني للكابتن مروان، نقول اهداء لحسين، تقول ايه النهارده للكابتن مروان والهدف الاول اللي احرزه النهارده وسهل علينا اللقاء؟ اقول له الف الف مبروك، انت تستاهل كل خير وتستاهل احسن من كده بكتير، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله، ويا رب دايما وش حسين يبقى حلو عليه. حسين بقى يا حسين، قول لي بقى انت النهارده عايز تقول ايه الاول للنادي الاهلي؟ مبروك. مبروك يا حسين. عايز تقول ايه بقى للكابتن مروان محسن؟ تقول له ايه؟ حبي ان شاء الله. حسين انا عايز بقى اقول لك، ان شاء الله ان شاء الله تحتفل معانا في المباراه النهائيه وتكون موجود في المباراه النهائيه وتحتفل معانا بالكاس. ما ان شاء الله بحبك يا خان. تقولها تاني بقى، عايزين نسمعها تاني. بحبك يا خان. بحبك يا خالو. دي كانت اهداء من حسين للكابتن مروان محسن. لسه مستمرين يا كابتن ايمن في فرحه جماهير النادي الاهلي وحسين، يعني خاله الكابتن مروان محسن صاحب الهدف الاول، وبيقول له بحبك يا خاله، بحبك يا كابتن مروان. لسه مستمرين في نقل تغطيه وفرحه جماهير النادي الاهلي. عايز اسالك النهارده، مباراه كبيره من لعيبه النادي الاهلي، مباراه كبيره مش من النهارده لا، من المباراه الاولى. اكيد طبعا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي وبشكر لاعبين النادي الاهلي على الاداء الجميل ده، وبشكر بيتسو موسيماني مدرب عبقري، مدرب عنده فكر، مدرب ان شاء الله متواجد معانا الفتره ان شاء الله نقدر نجدد له 9 باذن الله زي جوزيه واكتر من جوزيه باذن الله. مبروك للنادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي اللي فرحانه من قلبهم بجد، وشكرا للاعيبه النادي الاهلي، لعبوا برجوله، لعبوا باحترام، بينوا اثباتهم في الملعب. بقى اقول لك، تقول لي نقول كلنا ايه للاعبين قبل المباراه النهائيه باذن الله ورسالتنا للاعبين؟ نزل ماشي النهارده خالص،
ناس اي حاجه وما بقوش في النهائي ان شاء الله. لا مع اي حد، مع الرجاء، مع 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 الرجاء ومع الزمالك ان شاء الله، باذن الله اي حد يلعبنا ان شاء الله نرحب اي فرقه تيجي تلعبنا ان شاء الله باذن الله باذن الله تعالى. كابتن ايمن، كابتن فريق عظيم قليل عمر وبرده قليل. رد فعل جميل.